للتعليق ينضم إلينا خالد غراب المحلل العسكري. مرحبا بك سيد خالد. إذا كما سمعتم الأخبار التي تقول أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها تشكيل قوات بحرية لحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر عقب الهجمات الأخيرة لجماعة الحوثي، كيف ترون هذا التحالف؟ نحن نرى أنه يشكل تهديدا للملاحة والتجارة الدولية وخطوط نقل الطاقة. أي تواجد لأي قوة مهما كانت مسمياتها، طبعا هناك دعوات نسمعها في الآونة الأخيرة وهي كانت مطلب إسرائيلي من قبل عشرات السنين لتدويل باب المندب وخطوط الملاحة أمام السواحل اليمنية، لكن هذا مرفوض ومرفوض بشكل مطلق. نحن نعتبر أن أي قوة تتواجد في البحر الأحمر أو في باب المندب أو خليج عدن أو البحر العربي نعتبرها قوة تهدد أولا سيادة اليمن وأمنها الوطني. فأي من هذه القوى بدلا من ذلك التشكيل والبحث عن من يؤمن لن يستطيعوا أصلا التأمين، لأن قرار الفتح والإغلاق والتأمين هو بأيدي اليمنيين وصنعاء تحديدا. فلذا عليهم أن يبحثوا الحل في القضية الفلسطينية، هي الأساس، هي يعني عليهم أن يبحثوا كيف أنه يوقفوا العدوان على غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين. يعني أصبحت نواياهم واضحة وجميعهم مشتركون. لذا أنه نقول أن باب المندب منع بحسب البيان الرسمي على السفن الإسرائيلية حصرا تحديدا، لكن أي تدخل من أي دولة سيشملها قرار لاحق وسيتم الإعلان عنه وسيكون هم الخسران. وإذا يعني برأيك ما هي القرارات التي يمكن أن تتخذ؟ ما هو الرد في حال تم فعلا تشكيل هذا التحالف؟ نحن نعتبر أي قوة تتواجد في البحر الأحمر نعتبرها قوة معادية. إذا كانت في المياه الدولية، طبعا سيدي الكريم الأسطول الخامس أغلبه منتشر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن. طيب سيادة اللواء، ألا تتخوفون من أي ردات فعل أخرى كمثلا قصف أو تدخل عسكري أو ما شابه ذلك؟ لا توجد مخاوف لديكم لا لا تجاه لا هذا لا الأمر؟ لا نخاف من أي حد سيدي الكريم. سيد الكريم لا نخاف من أي حد، وقد اتخذنا أصلا القرار لخوض المعركة البحرية من أجل سيادة اليمن على كل مياهها البحرية وتأمين خطوط نقل الطاقة. إذا أرادوا نقل الطاقة ونقل التجارة بشكل مؤمن عليهم إيقاف العدوان في غزة، العدوان الإسرائيلي. هناك توجه سيادة اللواء تحديدا وسيتم نعم، لكن هناك توجه سيادة اللواء يعني في الإعلام الدولي، هناك إصرار على ربط هذه الهجمات بإيران، ما ردكم على هذا الأمر؟ سيدي دائما عندما يكونون في مشكلة هناك يعني البروباغندا الإيرانية يرجعون دائما باتجاه إيران وتحميل إيران المسؤولية. إيران يعني تبعد مننا آلاف الكيلومترات. سيد الكريم نحن نقول هذا قرار يمني، نحن نقول نحن من سنفعل ونحن من سنتحمل يعني ردود الأفعال أو عواقب اتخاذ قرارنا الذي نعتبر أنه القرار الصحيح. والأمريكي يفهم، هو يفهم ويفهم تماما ماذا يعني إذا كانت هناك ردود فعل حتى إن شاء الله بضربات محدودة. هم يقولون أن ستكون هناك تهديدات بضربات محدودة أو شاملة بل تكون حتى نحن هناك. وهم أيضا يسعون لعدم توسيع نطاق الحرب كما هو أو كما صرحوا من قبل. هم يدعون سيد الكريم نعم. هم يدعون، لكن نحن نقول سيكون حقيقة، نحن نقول سيكون حقيقة، والمقياس هي غزة. إذا كان هناك أي تصعيد في غزة، إذا وصل إلى مراحل هناك تنسيق مع محور المقاومة، ربما أن اليمن هي من ستوسعها إلى حرب إقليمية، ربما حتى لو اضطرنا إلى حرب دولية. سيد الكريم المسألة هناك في فلسطين هي الخط الأول للأمن القومي العربي. نعم أشكرك جزيل الشكر. ما يأتي من بعدها وصلت وصلت الفكرة. اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف.